انفصلت عن زوجي وحصلت على الحضانة. بعد ما حصلت على الحضانة قمت بنقل الأولاد من مسكن جنة بغداد حولنا بالحلة بابل. حصلت على الحضانة أنا مود أنقل الأولاد. الأولاد المدير المدرسة ما رضى يعطيني الوثيقة، اعطاني بطاقة مدرسية وقال له روحي. مرتين ثلاثة رجعنا عليه ما اعطاني الوثيقة. بعد ذلك حطيت لي محامي أنا مود الوثيقة، ونفس الحالة محامي رجل قانوني هم ما أعطى الوثيقة. السبب يقول أني ما إلي شغل، أني هاي يعني شغلة عشائر. يعني يا بلي شغلة عشائر، أني عندي ورقة قسام شرعي من مجلس القضاء الأعلى طلب مني النسخة الأصلية هم أعطيت هي. قلت له الجهال داومة وامتحنة وهم نفس الحالة ما أعطاني إياها. زين انا ما افتهم شنو دخل العشائر بالمدرسه؟ العشائر شنو دخل؟ هو اغلب مناطق بغداد يعني العرف العشائري فوق القانون عندهم، اغلبهم هيجي خصه. يعني هو المدير مهدد ولا شنو؟ هو المدير ما اعرف، يعني ما فهمنا، اعطاني هذني البطايق وقال له روحي. نفس الحاله سووا له استدعاء 3 مرات بالتربيه، هاي 3 مرات بالتربيه سووا له استدعاء. يعني حتى هو أبو التربية ما حاكى، ما قال له ليش، يعني غير إلا يعني أبو التربية متعاون وياه، يعني أوراق رسمية قانونية. ليش أبو التربية ما قال له للمدير أنت ليش متسهل أمر نقل الطلاب؟ تربية بابل ما قبلتهم بدون الوثيقة؟ تربية بابل قبلتهم وداومة وامتحنة وشهرين قبل امتحانات نص السنة، قبل امتحانات الشفهية ما نص السنة قعدوهم، لأن حقهم يردون وثيقة. ماكو شيء أكد بين هذا بالرابع وهذا بالثالث. وأبو بغداد ما قبل يعطيه. وأبو بغداد إنه برحت لوزارة التربية ونفس الحالة هم سووا استدعاء للمدير بالرصافة الثالثة وهم ما أعطاني. راحت السنة امتحنت الجهال لميت الكتب وكل شيء ماكو. إن من أناشد، إن من أحكي هذا شيء غير قانون، إنسان يمشي على القانون. يلا سها أوراق رسمية كل قانون ماكو. ماكو إن من أحكي، مشكلتي منو يحلها؟ يعني هالسنة راحت والسنة تجيهم راح تروح، يعني مستقبلهم ضاع. ما أعرف يعني ماكو باب ما دقيته، يعني من نميت الكتب والله لزمتهن وبجيت. يعني راحت، وين الطالب ويمشي وش قد حلو يروح للمدرسة يداوم، وين القاعد بالشارع وبالبيت. يعني راح مستا هاي السنة راحت عن يوم. زين هو المدير ما خاف الله؟ أوراق رسمية طلب الجنازة أصلية طيته، طلب ورقة الحضانة أصلية طيته. المطلوب شنو؟ عنده عداوة وياي لو بالمشتهات، لو أكو شي جوا العباية ما أعرف شنو، ما أعرف. هي إيه غير اشتكيتي على مدير المدرسة؟ إيش قال له لك مدير؟ أنا ما اشتكيت، بس رحت لوزارة التربية وقلت له لابو التربية، قلت له يابا كذا شغلتي وهاي الأوراق موجودة التاريخ، أنا من شهر التاسع اللي قبل امتحانات نص السنة يلا قعدت. هم نفس الحالة. يعني الأطفال هسه شلون مستقبلهم؟ راح مستقبلهم، لأن المدير حضرة جنهبه ما يقبل. ماكو قانون يحمي الطالب من المدير، ولاكو قانون يقول له للمدير ليش ما تعطي وثيقة. أنا ما أعرف يا باب أدقها بحيث يحل هاي المشكلة. أطالب وزارة التربية، سيد وزير التربية إذا يسمعنا الآن، الناس إذا تسمعنا، شنو الطالبين من المسؤولين عن هذا الموضوع بالخصوص السيد وزير التربية؟ أريد أشوف ليش أبو رصافة الثالثة ما خلى، مفروض أبو رصافة الثالثة يناشد المدير يقول له أنت أطلع منها إذا أنت تخاف وإحنا نكمل النقل. لا لكن هم ما تحركوا، ما حد يتحرك. لو أبنائهم هم هيش يصير؟ زين إحنا إن من نروح؟ هم غير مسؤولين علينا، غير هم كل راع مسؤول على رعيته. بالمدرسة هم واحد بالإعدادية واحد بالمتوسطة، بمدينة الصدر مات الولد المدارس، هم اثنيناتهم فرد مدرسة، واحد بالثالث، واحد طلع من الثالث صار بالرابع علمي، داوم وامتحن وخف الله على تربية بابل استقبلتهم بدون وثيقة إلا قبل امتحانات نص السنة. ماكو فشي يثبت لهم حقهم، هاي راح مستقبلهم ولا كان امتحنوا ولا كان. اسم المدرسة والمنطقة؟ براثة قطاع 6 مدينة الصدر. مدرسة البراق؟ براثة. مدرسة براثة؟ اي. حتى اسم المدير عندي موجود عندي، هو اللي ما رضى يعطيني الوثيقة.